من المعارض الفنية اللي عم بتصير بالبلد في معرض نوستالجي دوتون أو حنين خريفة اللي يمكن هلأ وقته وهلأ الأكتر شيء الموضوع اللي مهتمين فيه نحن. الفنان التشكيلي دكتور محمد شرف اللي هو عم بيقوم بهذا المعرض موجود معنا باستوديو تيخبرنا أكتر عنه. أهلا وسهلا فيك دكتور. كيفك اليوم؟ أهلا فيك منيح. ماشي الحال؟ ماشي الحال. أول شيء قبل ما نحكي عن حنين خريفة رح نحكي شوي عنك، خبرنا أكتر لأنه أول شيء ما كان توجهك الفن ولكن بعدين بلشت شوي شوي تفوت فيه أكتر وخبرنا أكتر كيف بلشت وشهادة الدكتوراه اللي أخذتها مظبوط لأنه أخذت شهادة دكتوراه بتاريخ العمارة بروسيا بأكاديمية الفنون ولما أنهيت الدراسة ما جيت على لبنان ضليت بروسيا لا إيه يعني ضليت شوي بروسيا بعدين قررت أني أروح على فرنسا وإيطاليا على اساس رحله صغيره لحتى شوي الواحد يطلع على الشغلات اللي معروفه عن فرنسا وايطاليا بمجال العماره وكذا، كانت بالنتيجه اني اطلعت على الفن التشكيلي وتحول اتجاهي تماما والرحله الصغيره اللي كان المفروض تستغرق سنه او سنتين استغرقت 10 سنين بين فرنسا وايطاليا. وهيك درست بفرنسا اول شيء اخذت شهاده بالخداع البصري رجعت اخذت شهاده بايطاليا بالرسم الجداري اللي اسمه فريسك وهيك تغير شوي الاتجاه تاعي ومن ثم ما بعرف اذا بعدين خلال الحديث يعني لما جيت على لبنان صرت اشتغل بهذا المجال ودخلت مجال الصحافي بمجال النقد الفني ومن العماره للفن شو النقل اللي صارت؟ كيف صارت؟ هو نقلته من الفنون لا شك يعني انما العماره مثل ما معروف تطغى عليها الهندسه والمساطير والقضايا اللي كثير فيها ارقام بينما الفن هو حر اكثر بهذا المجال وما حدا بيحاسبك اذا عملت لك شي عماره وهبطي راحت عليك هذا اللي بدي اقول لك اياه بالعماره في قوانين معينه لازم واحد يتبعها بالفن واحد حر يعمل اللي بده اياه صحيح بالعماره بدك تلتزم بقوانين كثير وقوانين يعني كيف بيقولوا صلب هيك تتعديها بينما بالفن انت حر انت حر حتى وقت اشتغلت بالصحافه حسيت انه في هيك لينك او رابط بينه وبين الفن او بين العماره ولا كانت كمان نوع جديد من العمل؟ لا اكيد هلا انا بكتب من قبل كنت بكتب بعده مجالات بس طالما صار عندي فكره منيحه بعتبرها وعم تنمى مع الوقت حول الفن التشكيلي فلقيت انه الكتابه تناسبني بهيدا المجال ويمكن بعدين تأكدت انه كان لازم اعمل اختصاص ثاني انا كان لازم اعمل اختصاص تاريخ الفن مش تاريخ العماره 100% يمكن بتبلش من مطرح وبعدين تكتشف بعدين بيكتشف الواحد انه كان بس مارست قصه تاريخ الفن بالتعليم بالجامعه يعني ما خسرت شيء صرت اعلم تاريخ فن ما اعلم عماره هيك عندك من كل شغله صحيح بعدين بيصير الواحد افق واسع لما بيصير عنده نوع من الاطلاع شبه شمول انه الشمولية بالمفهوم المطلق غير موجودة يعني نسبيا بيصير قادر يحكي عن عدة شغلات بعد ما يكون اطلع عليها وهضمها يعني واستعادها وهيك بيقدر كمان يوصل المعلومة للأشخاص الباقيين أكيد بيقدر خاصة إذا كان صحافي أو فنان يعني كمان يعني من خلال مش بس النقد توضيح هالفنان اللي عارض عمل يمكن شو بده منه يمكن نحن بنفهمه اكثر يعني لانه نحن مطلعين على القصه اكثر كمان قمت بمعارض فرديه وجماعيه بفرنسا بايطاليا بروسيا وبلبنان كمان صحيح. خبرنا شوي عنهم اول معرض عملته بروسيا يعني الغريب انه بالبلد اللي انت عم تعمل فيه معرض مرات بتحكي عن بلد ثاني اول معرض عملته بروسيا كان عن لبنان انه مثل اعمال عن لبنان وهيك المعرض اللي عملته بفرنسا كان فيه اعمال من روسيا لحقوا بعض هلا بايطاليا كان اكثر له علاقه بالفن التركي يعني مثل اقول كلاسيكي ايطالي هيك شوي حاولت الى ان بلبنان هون صرت اعمل معارض عن كل البلدان اللي عشت فيها ومنهم هذا المعرض هذا المعرض فيه اعمال
تنتمي يعني من حيث الجو تبعها لروسيا ولفرنسا ولايطاليا وللبنان. يعني جامعة كل البلدان يعني. هو اكثر يعني فيك تسميه معرض استعادي، لانه هيدي اعمال تكدست عندي من زمان كثير من 30 سنه، وما كانت عم تناضل، عم بعرض اعمال ذات طابع مختلف. بما انه هي الاعمال هي اعمال مائيه يعني بالاكواريل، خليني عم نشوف بعض اللوحات من المعرض نوستالجيدا يعني مبين الاكواريل بالصور اللي هو طلعت هون ناتور مورت، بس اوكي ما بعرف اذا في يعني المفروض يكون حطوا ناتور مورت اكثر. هي ناتور مورت هيك كانت للتنوع يعني مثل ما شايف كمان هون الالوان الطاغيه هن الوان خريفيه. صحيح. يعني عندنا البني البرتقالي شوي ايه الاصفر الاوكر يعني نعم. هو ليه الحنين حنين خريفه؟ ليه كلمة نوستالجي بهيدي مثلا؟ المقصود انه الخريف لما بتعيشه باي بلد بيترك عندك ذكريات اكثر من الصيف. الصيف شمس في حنين عن جد، بتحس بالخريف في هيك دفى، في شوي شمس وحر وما الك جلالي تطلع على مطرح. بالخريف بتلاقي حالك صرت اكثر هيك. بعدين لا شك انه بتظهر الوان ما كانت موجوده بالاساس ب يعني خلال الشتي والصيف وهيك. بيقولوا طابع، بيقولوا طابع معين، رغم انه بالنسبه للبعض يعني بيعمل له اكتئاب. انا بالعكس ما بيعمل لي اكتئاب، انا بيعمل لي نوع من الهيك سرور معين، انه هدوء كمان. يمكن الاكتئاب بيكون اكثر على تعتيم الدنيا بكير، تغيير نمط الحياه. نعم. لانه بدنا نتعود كمان نتاقلم. نعم نعم. بس ما في هالاكتئاب من وراء فصل او من وراء طقس معين. يعني الشيء راجع لطبيعه الانسان. في بعض الناس بيتاثروا كثير بالطقس. بعض الناس ما بتفرق معهم. اوقات بنتحجج بالطقس. ما بتفرق معهم. بس هي ما بتكون، ما بيكون في مشكله مضبوطه. اذا لقوا غيم برا بتلاقي نفسيتهم تعبت. انا بلاقي جماليه بكل هالشيء. كان بالغيم، كان بالصحو، بالصحو اقل بالحقيقه. بتبدل على فكره مثل هلا سما بيروت هلا كثير حلوه، خصوصي على البحر. مزبوط، الالوان والغيوم، حتى وقت تكون في عواصف في عنا الرعد. ايه يعني في عنا لوحات فنيه كثير. ايه قبل ما اجي لهون مرقت على البحر، في غيوم مع البحر كثير حلو. كثير حلو يعني. ف هو نوستالجي دوتون بيتضمن 29 لوحه، 29 كلهم اكواريل. شفنا هلا كم وحده منهم باحجام مختلفه، بس ما في احجام كثير كبيره. اساسا تقنيه الاكواريل ما انا مناسبه انك تعمل اعمال كثير كبيره ويكون عندك علم بهي القصه، لانه هي تقنيه خاصه جدا. بتستعمل اللون مره واحده فقط، بتحطه على الورق، اذا رجعت حطيت فوق ما بيعود يمشي الحال. خلص. ليه نقيت هالتقنيه بالتحديد؟ انا بشتغل بالزيت، بشتغل بالاكريليك، بشتغل بس هودي الاعمال مثل ما قلت لك صاروا خلال فترات للتنوع او لتنويع التقنيه شوي، وخليهم على جنب. ما انه اجى على بالي كمان مثل ما بتعرف يعني الاكواريل ما بتتطلب وقت كثير، ساعتين ثلاثه بتكون لانه وخليهم على جنب، لانه منهم من نفس النوع تبع اعمال الاكريليك والاعمال الزيتيه يعني. سبق وانا طلعت عندكم بعد احد معارضي هون كان عمل مختلف شوي يعني، اكثر من مره يعني طلعنا هون، بس هيدا العمل هيدا المعرض له طابع خاص. يعني قلت لنا هلا انه كان في لوحات اشتغلت عليهم وحطيتهم على جنب اكثر من 30 سنه، مزبوط؟ في منهم عمرهم هلا. اول عمل موجود بالمعرض او ثلاث اربع اعمال من سنه 90. يعني 30 32 سنه بشكل جيد، لانه بتعرف تحفظها بشكل جيد، ما بيتغير فيها شيء ابدا. وهلا لقيت المناسبه اجمعهم كلياتهم سوا. وليه هلا المناسبه؟ بصراحه كان المعرض مقرر 2019. ب 1 تشرين الثاني 2019. شوف كيف صارت الصدف، كل شيء تأجل من وقتها لوصلنا لليوم. والكورونا يعني الى ان انتظرنا هيدا الخريف بعد 3 سنين. وكمان يعني بنعرف دائما في كثير مشاريع تأجلت، في منهم انلغوا، فهيدا شيء كمان حلو انه ضل المعرض قائم. وغير هيك كمان يعني نص الاعمال هي بدها اطارات اعمال الاكواريل، بتعرفوا بروزه من سنه 2019 ومحفوظه. يعني باخر شيء
حانت الفرصة مثل ما بيقولوا، أو لأين الفرصة مناسبة كرمال هالمعرض هذا؟ هلا خبرتنا شوي إنه الخريف بالنسبة لإلك هيك بيوحي لك بأشياء، بس كفنان شو الخريف لإلك؟ هيدي فيك تفوت ساعتها بالشعر وبالفلسفي لانه مثلا انكتب كثير شعر عن الخريف، بس اكثر شيء كتبوا الرومنطيقيين لانه هن اكثر ناس يمكن بيحسوا بالطبيعه، هن والرمزيين. يعني عم نحكي عن ابولينير قبل ما يصير سوريالي كان اكثر رمزي. فيك تحكي عن فيكتور هوغو، فيك تحكي عن فيرلان، فيك تحكي، فبيعمل شعور معين الخريف اللي هو تبدل، اللي هو التغيير اللي عم بيصير. بعض الناس اللي ما كتير هاي الفكرة بتعنيه بيعتبروه تلاشي، انه في شيء تلاشى، لانه فعلا بتلاقي انه الطبيعة يعني تغير فيها شغلات وهيك، بس إله معنى بالفعل، إله معنى. هيك صعب الواحد بكلمات إنه يوجز كل هالقصة هيدي، بس إله معنى فعلا حلو. يعني شفنا كمان باللوحات، هلأ معظم اللوحات كانوا عن طبيعة أشجار، ولكن كمان في لوحات بالداخل شفنا يعني فيها طاولة على فواكه. هودي من وقت لوقت من وقت لوقت بيجي عبالي أعمل ناتور مورت. يعني الشغله اللي ما ذكرت لك اياها انه هاي الاعمال كلها متخيله، مش شايفها قدامي، مش شايفها بالذاكره، يعني موجوده بالذاكره. وحتى الناتور مورت ما في قدامي ناتور مورت، بس التنوع الناتور مورت ما انا شغله بسيطه. يعني في ناس بيعتبروها انه في جملة بول سيزان الشهيرة، يعني حقولها بالفرنسي بعد الترجمة، وقت قال جو فولي ايتوني باري افيك اون بوم، بدي ادهش باريس بتفاحة. يعني ما هو كان يحب كثير الناتور مورت والمتحف تبعه اللي هلا باكس ان بروفانس بعدهم حافظين بعض الاواني يلي كان يستعملها بالناتور مورت تبعه المعروفين. بيجي على باله الواحد مرات بيلاقي قدامه هيك، او ممكن بتسمح لك ان تيومر بعمليه توليف وتاليف غير المشهد الطبيعي. وخاصة انه يمكن اوقات اصعب، لانه نحن مثلا هلا عم نحكي نوستالجي دوت تون او حنين الخريف او حنين خريفة، مركز على الخريف، يعني بدك تنقل ناتور مورت بطريقة تبين فصل. وإذا لاحظت موجود هالشيء 100% كألوان كطابع، وإذا لاحظت موجود هالشيء يعني بهيدي الألوان، يعني مثل الطبيعة والواقع بيخلوا انه الخريف يكون له ألوان غير ألوان الصيف وغير ألوان الشتي. بالشتي بتقل الألوان كثير، توصل الى حد يعني بتعرف ما بيعود في الوان كثير يعني، بس كمان لها جماليه خاصه. ليه اخترت تقنيه الاكواريل لهذا الموضوع بالتحديد للخريف؟ لانه بتسمح لك تعبر بشكل سريع عن الافكار اللي عندك. يعني ما بدها كثير تفكير، وهي عفويه اكثر، لانه خلص حطيت اللون او عملت هيدي الشغله خلص. يعني ما يعني الخطوه اللي بعدها بدها تكون تابعه للخطوه اللي قبلها، لانه ما بقى فيك تغير. خلص ما بيك. هذه العفويه اللي فيها يمكن. صحيح. ومثل ما ذكرنا على مده 30 عام عم تشتغل باللوحات اللي شفناهم. بس كيف؟ مش بشكل متتابع. كل شيء تشتغل فترة توقف كذا شهر، اعمل لي حسب الواحد وحطه على جنب وهيك. يعني ما انعملوا كلهم بلبنان؟ لا. كان ايه، في منهم انعملوا بروسيا اكيد. في منهم شيء بروسيا انعمل، شيء بايطاليا، شيء بلبنان، واخذهم انقلهم بعدين كونهم احجام تسمح انه الواحد يحملهم معه وهيك صار. والخريف بين البلدان فارق ولا نفس الشيء بكل البلدان؟ مش نفس الشيء. مش نفس الشيء. هيدي بهيك كمان بحوار عملوه معي يعني بالصحافه، الخريف في اوروبا ببلش بكير، نحن بيتاخر شوي. عندهم يعني بشهر ايلول صار يعتبر شهر خريف، نحن لا، نحن حلال تشرين وهيك لحتى تشرين الثاني حتى لتبلش تتغير. بالاضافه لانه عندهم هن في تنوع بالطبيعه وبالشجر اكثر من عندنا، مش هيك بتغير لون الشجر الوان غريبه. يعني كل شجره شيء، كل عندنا مش موجود هيدا التنوع.
لبنان شوي يمكن خريف وقصير لانه دغري بيقلب الطقس فجأة. ايه انا دائما بقول لبنان عندنا فصلين شتي وصيف. وهيك شي جمعه او جمعتين بنحسب طقس خريفي. ما بتلحق شوي يكون الخريف تلاقي بلش الشتي والربيع نفس الشيء. دكتور محمد يعني لاحظنا هلا كمان من الحديث انك كثير مأثر بالشعر لانه قلت لي كمان في شعر حكيوا عن الخريف وتأثرت فيهم. شو علاقة الشعر بحياتك مع اللوحات اللي بترسمها؟ قد ايه بيعطوا بعض؟ اكيد في علاقة، اكيد في علاقة، لأنه حتى طبيعة الأعمال اللي بتشوفها فيها ناحية شعرية. طبيعة عادة هي فيها شعر أكثر من غيرها، هذا شيء معروف. يعني لوقت بترسم شغلات فيجوراتيف يكون فيها أشخاص وغيرها بتلاقي الشعر بعيد شوي بأكثر من أنه في قضية. في قضية كبيرة واحد بده بشكل من الأشكال يعبر عنها أو شيء. الطبيعة بتسمح لك أكثر بهالتناغم والانسجام اللي بيميز الشعر مرات، والتناغم بالشعر والهيدي اللي بيسموها الريتم. نغم. ايه فهذا موجود كمان، حتى موجود بال اصلا الطبيعه بحد ذاتها هي شعر. ايه اكيد. والوحي اللي بتعطيه او الالهام اللي بتعطيه للاشخاص. أكيد. يعني اللي منه شاعر بحس حاله انه بده يكتب شعر. ايه صحيح. عن جد، وخاصه اذا عم نشوف التحول ان كان بالخريف او غيره. صحيح، هذا كمان نفس ال. هلا رح نحكي اكثر عن المعرض. المعرض كان بجاليري اكزود بالاشرفيه، خبرنا اكثر كيف كان المعرض، قد ايه دام، كيف كان الاقبال. بلش المعرض ب 3 تشرين ثاني بالافتتاح، وكان افتتاح حلو فعلا، كان في كثير. وبعد هلا اليوم اخر يوم عمليا، الا اذا كان مددناه شي نهار او نهارين بعد. اخر يوم بجاليري اكزود ولا بجاليري اكزود اخر يوم. مثل ما ذكرت عدد اللوحات والكثير يعني الناس اللي بعرفهم كثير حبوا القضايا اللي شافوها. يعني في سر صغير بالقصة، اللي بيقدر يعمل عمل يعجب مش بس المحترفين، يعجب كل العالم، هي ما شغله سهله. يعجب المحترف يلي متعمق بهذا، يلي عارف التقنية، ويعجب الانسان العادي. هي ما انا سهله. مشان هيك اكثر ناس بتروح على معارض بتقول لك طيب شو، مش قادرين يفهموا كل، خصوصي اذا كان ما عندهم ثقافه فنيه كافيه. هذا المعرض قدر يعمل هالخطوه هيدي او هال. وبعتقد دور الفنان بيلعب دوره انه يوجه الرسالة بطريقة كل شخص يفهمها مثل ما بده. صح كمان. صح. لأنه كل شخص بس يطلع على لوحة فنية أو على عمل فني بالإجمال بيوصل له رسالة معينة. صح. منه. صح. حسب. صح. هو كيف بيطلع على الأشياء. صحيح. صح. فاليوم آخر نهار لهذا المعرض بإكزود جاليري بالأشرفية لكل الأشخاص اللي عابلهم يتوجهوا. بلكي حدا بعد بيلحق للساعة 6. للساعة 6 اليوم بعد الظهر. رح ينتقل لمطرح تاني ولا هلأ ما في؟ يمكن أبعلبك بعدين. اوكي، بنضل على بنضل على تواصل تنعرف المستجدات اكيد. والاشخاص اللي بتحب الخريف فيها تنزل تشوف اللوحات. صحيح. والاشخاص اللي كمان بتحب الطبيعه بشكل عام. مزبوط. يعني مش بس الخريف، في عندنا 29 لوحه مثل ما ذكرنا. كلهم هيك الوان خريفيه، فيهم دفى، فيهم شيء. شو بتحب هيك توجه رساله للاشخاص اللي دائما بيفكروا بالخريف كحزن ككآبة؟ شو بتوجه لهم هيك رسالة؟ يشوفوا بالخريف هالجمالية المختلفة أكثر ما يشوفوا الناحية الحزينة. يعني يشوفوا يخلي يحولوا هالنوع من اللي هو منو اكتئاب بالمعنى، يحولوا هالحزن إلى ما يشبه الفرح، أو إلى ما يشبه الفرح بهالطبيعة هيدي قد ما بيقدروا. إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وبالنهاية الخريف هو أول خطوة للطبيعة ترجع تتجدد بالفصول الآتية. والخريف منه نهاية، بالعكس. ايه؟ بداية. صحيح. يمكن نثاقب بنهاية السنة في بعض الشجرات هلا ببرعم بتلاقي دنيا. مزبوط. وحتى كمان ايه؟ التلج، يعني التلج ايه؟ بيروي العالم كله في إيجابية. صحيح. كمان ميرسي كتير إلك الفنان تشكيلي دكتور محمد شرف، وإن شاء الله بكل التوفيق، وأكيد منضل على تواصل بكل الأعمال السابقة. كل الأسئلة منيح. يعني بتعرف دايما نحن منشجع المعارض، وخاصة العالم بيكونوا ناطرين شيء تيروحوا يغيروا جو. فميرسي كتير إلك ولحنين خريفي كمان. شكرا. بنرجع بنشكرك فنان تشكيلي دكتور محمد شرف، ميرسي كتير على وجودك معنا.